عايز اقول لحضرتك كده بعض الاخبار السريعه، سواء بقى اهلي او زمالك او اخبار عامه. في عندنا المنتخب هيلعب مباراه مع بنين، مباراه وديه، المنتخب الاولمبي هيلعب مباراه مع بنين. المدير الفني اعلن التشكيل، حمزه علاء والدفاع عبد الله عادل واسلام المزين واياد عسقلاني واحمد عيد، خط الوسط زياد كمال وعربي بدر، والعربي بدر وعبد الغني محمد وزياد فرج، وخط الهجوم اسامه فيصل ووليد فرج. طبعا لما لعبنا مباراه مع بنين يوم الجمعه اللي فاتت وانتهت بالتعادل، والنهارده المباراه الثانيه ان شاء الله ربنا يوفقهم، والراجل يعني ماشي كويس وان كان الاداء لسه مش هو، بس ان شاء الله ربنا يوفقهم ويكرمهم باذن الله تعالى. في النادي المصري النهارده، في مصدر خرج من النادي المصري البورسعيدي قال ان مجلس الاداره نجح في الحصول على توقيع لاعب قبرصي اسمه ستافروس اكريفاديس، وهو يعني معرفش اسمه غريب زي ما انت سمعت كده، ستافروس اكريفاديس. ده صفقه انتقال حر، لكن النادي المصري ما اعلنش وقالوا انه اللاعب ده اصله مصري ووقع للنادي المصري، وهيتم قيده على انه لاعب مصري، لاعب صغير عنده 21 سنه، والناس في النادي المصري بتقول انه بتوقعه ان هو يبقى كويس. هو لعب في تجربه في النرويج وبدا مسيرته وهو عنده 6 سنين بيلعب في نادي قبرصي لحد سن 15 سنه، وبعد كده راح انجلترا، وبعد كده راح للفريق اللي هو كان فيه دلوقتي، الفريق النرويجي، وبيعتبروه انهم من المواهب اللي مش يعني هتاخد حقها وهيظهر بصوره كبيره جدا، وهم بيراهنوا عليه زي زيزو كده ما كانش معروف وبيبقى من الناس المعروف، وده برده كلام للنادي المصري، احنا بنحييهم على اللي هم عملوه. كمان عايز اقول لحضرتك النهارده النادي المصري اعلن ان في النهارده وزير الشباب والرياضه كان حاضر في بورسعيد، وتم النهارده الاعلان في البدء الفوري في تنفيذ استاد المصري الجديد ببورسعيد. صوره جامعه الاستاذ كمال ابو علي بالوزير في اعضاء مجلس الاداره كلهم، وتم الاعلان بعديها ان هيبداوا فورا او فوري على طول بناء الاستاد الجديد في بورسعيد. يبقى الاستاد هيبقى باسم استاد النادي المصري، والحاله في بورسعيد يعني الناس فرحانه ومبسوطه بالكلام ده طبعا، لان غير كمان بعد الكلام ده يعني حتى النهارده لما نزلوا العنوان او الكلام قالوا البدء الفوري لتنفيذ مشروع الحلم وبناء الاستاد الجديد للنادي المصري بمقر ديوان عام وزاره الشباب والرياضه بالعاصمه الاداريه النهارده، توقيع عقد الاستاد الخاص ببناء مشروع الحلم واللي هيتم البدء فورا في مرحلته الاولى، وهو مشروع بناء الاستاد الجديد للنادي المصري بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واللواء اركان حرب عادل غضبان محافظ بورسعيد، والاستاذ كامل ابو علي رئيس مجلس اداره النادي المصري، وادي النيل المولات هتبني الاستاد على الفور، هتبدا على طول، وهيتم تنفيذ مشروع وفقا للتصميمات الجديده اللي قعدها الاستاذ كامل ابو علي وجايبها لهم جاهزين، وهتكون المرحله الاولى من المشروع هي مرحله بناء الاستاد، لان في كلام ان هيبقى مش هيبقى استاد بس، لا هيبقى في ملحقات حواليه، ودي خطوه مهمه جدا يا استاذ عبد الناصر، بنهني الناس عليها لغايه ما تبعت لي الصور. عايز اقف عند الخبر ده. القصه بدايتها ايه يا جماعه؟ ان الناس قالت منين الدوله هتجيب فلوس عشان تبني استاد المصري الجديد. اول ما تولى كامل ابو علي الراجل المحترم اللي انا بحييه، ماشي بسرعه الصاروخ بيعمل حاجات للمصري تاريخيه، على طول على الفور قال لا احنا هنشارك الدوله في التمويل وجمع ايرادات للبناء، وعمل على الفور اجتماع مع مجموعه من الشركات ومشروع تطوير مجمع الاستاد، ولذلك سمي مجمع لان ملعب كوره بملحقاته، ووقع عقد شراكه مع شركه استشارات ماليه لتدبير اموال البناء من البنوك والاستثمارات الخاصه بقيمه ماليه 4 مليار جنيه لبناء الاستاد والمجمع. وهذه الصوره التي جمعت كامل ابو علي مع الشركه التي ستتولى تدبير الاستثمارات، وهي عبارة عن توفيق. ما حدش يقول لك ايه الدولة بس، لا ده الفكر اللي احنا عايزينه للرياضة، المشاركة المجتمعية والفكر الاستثماري مع الدولة. ولذلك بص، تدبير 4 مليارات جنيه عن طريق القروض من البنوك، لانه هيعمل مشروعات فهتسدد هذه القروض، بالاضافة الى بعض الاستثمارات بنظام البي او تي وغيره وغيره وغيره. لما عمل ده كامل ابو علي على قول راح للوزير يكمل الجزء الثاني، مش عارف الاستاذ فاروق يا ريت يبعت لي صورهم مع الوزير. بعتها لحضرتك على ماسنجر. واخد بال حضرتك؟ ما هو يا ابو عبد الله
حضرتك بتقول لي فلوس البنوك يعني فلوس الشعب، ما هو مش ياخدها، مش هياخدها يوديها عند امه ولا هيسرقها عشان تقول كلمة من فلوس الشعب. لا ده قروض زي ما حضرتك وانا وغيري، اي حد بيروح ياخد قرضه يسدده يعني. واخد بالك انت؟ والاخت حنان انا بشرح جايب منين الفلوس كامل. ابو علي ارحمونا بقى، كفايه التفتيش ده والنوايا السوداء، كفايه حرام عليكم، كفايه سيبوا الناس تشتغل، كفايه جاب منين وليه ومين اداله، كفايه بقى، كفايه بقى، البلد مش حمل هذه الظنون الزفت. الراجل هيستلف وهيستثمر، ما ياخدش من جيب حد حاجه. توجه بعد هذا الفكر الراقي، ويا ريت كل الناس تعمل زي كامل ابو علي. بص يا بيه، على طول مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وفي العاصمه الاداريه مع السيد الوزير، وتوقيع فورا على البدء فورا في انشاء مجمع الاستادات والاستاد. اتمنى كل الخير لبورسعيد وللنادي المصري، واي حد حاقد ملوش مكان في البلد دي خالص. كفاية حقد بقى عشان احنا عرفنا، ونتمنى كل الخير للنادي المصري والكامل ابو علي والاهالينا ببورسعيد رغما عن انف اي حد. ادي كامل ابو علي مع الوزير، وانا بحيي الدكتور اشرف صبحي بصراحه، وادي مجلس اداره النادي المصري في اول ظهور له كامل العدد بعد نجاحه في الانتخابات مع اللواء عادل الغضبان والوزير اشرف صبحي. وانا هنا بحيي الوزير اشرف صبحي جدا، لانه ما بيديش فلوس بمقدار ما بيدي فكر، بيدي رؤيه، بيدي ابعاد كتيره جدا، وهو اول وانجح وسيذكر ذلك التاريخ وزير في تاريخ الرياضه المصريه منذ انشائها عبر التاريخ، يعمق مفهوم الاستثمار ويفتح كل الدنيا عشان الاستثمار الرياضي، وده اللي محتاجاه الدوله وعايزاه. والاستثمار الرياضي في عهد اشرف صبحي ليحقق نجاحات ما بعدها نجاحات. فانا بحيي الدكتور اشرف صبحي على كل ما يقدمه في هذا الملف، وعلى كل شيء محترم بيقدم في هذا الملف. وبحيي كامل ابو علي على هذا الجهد، كامل ابو علي فتح سبرنت حقق في شهور ما عجز ان يحققه للنادي المصري ناس عبر عشرات السنين.